سؤال، ما معنى قال الرب للسيد المسيح اجلس عن يميني؟ طبعا من الناحية اللاهوتية البحتة، الله ليس له يمين ولا شمال، الشخص المحدود له يمين وله شمال، لكن الله غير المحدود ليس له يمين وليس له شمال. لكن يمين دايما في الكتاب المقدس ترمز للقوة احيانا، وترمز للبر احيانا اخر. اجلس عن يميني يعني استقر عن يميني، يعني استقر على القوة، فترة الضعف بتاعت اخلاء النفس اللي كانت موجودة زمان انتهت دلوقتي، فانت دلوقتي تخش في المجد وتبقى عن اليمين.